قدمنا جوائز للفائزين بعد تحكيم هذه الجائزة من قبل 14 محكم يمثلون 5 دول عربية، وكان هناك تنافس كبير ما بين الشركات للحصول على هذه الجوائز، واليوم قاعدين نشوف التزامهم في كيف ممكن هم يدعمون عجلة النمو والتطوير في الدولة اللي هم ينتمون لها. طبعا هناك الكثير من المبادرات التي نعكف على تنفيذها، وكذلك بدء عمل دراسة شاملة لواقع المسؤولية الاجتماعية في مملكة البحرين، وكذلك المساهمة بمد يد التعاون لقطاع غير ربحي في مملكة البحرين، وتبادل الأفكار وخاصة البرامج الاستراتيجية التي تدعم نمو هذا القطاع في مملكة البحرين، وتأصيل دوره الأصيل في حل بعض الإشكاليات أو التحديات خلينا نقول البيئية والمجتمعية وكذلك الاقتصادية وكذلك ما تشمل على الموروث. فهذه هي بعض من البرامج الكثيرة، وكذلك النسخة الثالثة للمؤتمر اللي راح تعقد إن شاء الله في أحد دول مجلس التعاون. أولا نشكر الجهة المنظمة لهذا المؤتمر، وبالنسبة لحصول البلاد على 3 جوائز هذا ليس غريب على جريدة البلاد، فالبلاد رائدة في المسؤولية الاجتماعية، ويعني عند أيضا درع البلاد المسؤولية الاجتماعية، وحصول البلاد على 3 جوائز إنما إنجاز يعني مميز لهذه الجريدة، وحصول البلاد يعني على هذه الجوائز إنما يدل على اهتمام البلاد بالمسؤولية الاجتماعية ووجود فريق عمل قوي في الجريدة لدعم مثل هذه المبادرات. نشارك اليوم في شركة تنمية نفط عمال للمرة الأولى في هذه الدورة الثانية لحفل وجوائز المسؤولية الاجتماعية الدولية، ونحن سعداء حقيقة بهذه المشاركة، حيث حصلت شركة تنمية نفط عمال على 5 جوائز في 5 فئات، منهم 3 جوائز في المركز الأول وجائزتين في المركز الثاني. كما أننا أيضا نشارك في المؤتمر بورقة عمل عن استراتيجية الاستثمار الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية في شركة تنمية نفط عمان.